تسليما. بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين. نتمنى لكم حياه سعيده يا رب، والله يدخل علينا وعليكم هذه الايام بالصحه والسلامه يا رب، ويتقبل منا ومنكم جميعا. حبيباتي الغاليات، هذا الفيديو هذا شرحته عده مرات، ولكن باقي كانت البنات اللي ما فهموش الشرح ديالي. اولا غادي نبداو بصابون الحوايج الملابس. صابون الملابس حبيباتي، هذا الفيديو ديال العبار والمقاصات ديال الاشياء. صابون الملابس حبيباتي كيديروا معاه هذا الغرارف، ها هما كيديروا معاه هذا الغرارف باش تقيسي الصابون ديالك الملابس. كنلقاو بحال هذا، كنلقاو عاديين بيض كتلقاي، المهم نفس العبار ولكن غير الحجم ديالهم والشكل، ماشي الحجم، الشكل واللون كيختلف ولكن نفس الحجم. هذا الا درتيه الشركات كتبغي تبيع المواد ديالها وكتبغي تكمليها بسرعه وتبداي في تشري جديد، كتكثر لك في كل المواد، كتعطيك مقياس اكثر. قليل الشركات اللي كتلقايها كتعطيك القياس يعني باش داكشي اللي غينفعك نتيا، اما الكثري راه كيبغوا هما المنفعه ديالهم. لهذا حبيباتي الا عمرتوا بهذا كامل راه غادي يصب لكم الحوايج، والا درتو قد هكا راه غادي يصب لكم يعطيكم نفس النتيجه، نفس النتيجه غيعطيكم قد هكا ونفس النتيجه غيعطيكم قد هكا، سواء عامر او النص راه غيعطيكم نفس النتيجه، الا كان شي حاجه فيها الزيت يعني مزيته بزاف، شي فوطه مسحنا بها الزيت، مع اننا الا تكبلينا الزيت الحاجه كنديروا المناديل ديال الورق وكنديروا القطع ديال الملابس القديمه اللي بغينا نرموها. لهذا الملابس ديالنا راه كثره الصابون كتبهت لهم اللون. كنديروا قد هكا تقريبا قد هكا 5 كيلو ديال الحوايج مصبن هناك. البنات اللي كيصبنوا بالصابون انا راه وريتكم كنزيد واحد رخيص، كلهم ديال الماكينه اوتوماتيك، كنزيد الرخيص و اغيال او يعني واحد الماركه مزيانه اومو اريال، المهم ديال الماكينه يكون اوتوماتيك، وكنزيد كندير واحد الحجم غراف من اريال قد هكا، كندير ثلاثه ديال الرخيص ديال اسبانيا، عاود نشد غراف من اريال وندير ثلاثه من هذاك الرخيص، كنخلطهم مزيان وكنولي نصبن بهم. الا شفتوا غتشوفوا دوك الحبيبات الزرق قلال، ها هما علاش، لانه اريال مخلط مع هذاك الصابون الاخر الرخيص اقتصادي، كيتصب كيعطي نتيجه زوينه في الحوايج. وكنديروا حتى الماكينه العاديه، مرات كنستعملوا في الماكينه العاديه ماشي دائما، ولكن مرات كنستعمل وكنستعمل فيها الصابون ديال العبار، ديك الخنشاله الكبيره كتباع في مرات في مرجان كتباع في سمو، فيها 10 كيلو ب 8 دراهم، كدير 80 درهم ل 10 كيلو، ومرخطات كنلقاوها شويه زايده على حسب البروموسيون، ومرات نديرو اومو ندير، المهم كنستعمل هذا حتى هو في الماكينه العاديه وفي الماكينه اوتوماتيك، هذا الاخر كنستعملو غير في داك الكيراغوي في الماكينه. المهم نقتصدو، الى قتصدتي جربوا وغادي تشوفوا النتيجه وردوا عليا الاخبار. طبعا التقيشرات راه كنبغيو نفركوهم باليد او شديهم، فركيهم شويه باليد وشدي واحد الاناء قديم عندك، كاسرونه وطنجره، ديري فيها الماء، ديريهم فيها في الماء البارد، ديري عليهم شويه ديال صابون الحجره، ديريهم شويه ديال هذا الصابون، وديري واحد تقشر البيض، ديري عليهم واحد جوج غلاقات ثلاثه ديال هذا ديال جافيل، وشعلي تحتهم النار وخليهم يطبخوا، وشديهم خليه حتى يولوا شويه دافين، وفركيهم هما باقي سخونين، او الصابون البلدي فركيهم غير الصابون البلدي كيخرجوا شعلوا، عاد كتلوحيهم في الماكينه. والكولد القاميجه الماكينه اوتوماتيك راه ما كتخرجوا، وتحت الابط ديال القاميجه والكمام ديال القاميجه كنفركوهم باليد عاد كنلوحهم في الماكينه، وشي طبعا الا كانت قاصحه، اما الباقي راه كيخرجوا هذا النوع الصابون. نجو الصابون الماي، البنات كيجوا لبعض ماشي كلشي، تقريبا شي 3 4 5 كذبوني قالوا راه ما يمكنش قرعه ديال صابون الماعن تديك 4 شهر او 5 شهور، ما يمكنش. ها هي حبيباتي عندي مده ديال الزمن هذه باش فاتحاها، واش كندير؟ كنشد كندير واحد شويه في واحد، انا راسي في الكوزينه كنحط هذه في الكوزينه وكنغسل بها، كتديني زمان لاني انا اللي متحكمه فيها. واللي دخلت ولات منتي كتشقى معايا في الكوزينه، جلست من الخدمه ديالها ولات في الدار، شديت كندير واحد القرعه صغيره ديال الماء بلاتي نوريها لكم. ها هي، هذا راه ماشي كلشي الصابون اللي فيها، راه درت فيها غير واحد الغلاقه
قد هكا ديال الصابون، جوج تقريبا من هاد الغلاقه ديال الصابون، قد هكا جوج غلاقات ديال الصابون، والباقي اش كندير له. هادي علمتها لي واحد السيده كانت معنا في سميتو والله من قنيطره على ما اظن، من قنيطره كانت معنا في الجروب، وجربناها هذاك النهار ولكن ما صدقت لينا، مع هي قالت لينا زيدوها الخل وجافيل وهذا زدنا ما صدقت، ولكن جربتها بوحدها وصدقت. اش كديروا؟ كتشدوا غنجربها قدامكم دابا. كنشدوا هذا الاناء، هذا شتو غنشدوا الصابون الماعن، ها هو غنخو واحد شويه وشتو تقريبا ملعقه صغيره تقريبا، غنزيدوا ليها شويه ديال الماء، ماشي خل ولا جافي، غير الماء العادي البارد ديال الروبيني، كتركا ما تخلوش يرغوي، خوغا بشويه. وغادي نزيدوا ليها الملح ديال الطعام، الملح اللي كنطيبوا به، تقريبا ملعقه ونص حتى ملعقتين، وغادي نشدو وغادي نبقاو نحركو بحال هكا. هو في القرعه احسن، ولكن ما تخضوا، غير شويه بشويه غادي يرجع يعطينا ديك الكثافه كانه كله صابون. شتو حبيباتي؟ كيرجع كثيف، كيعطيكم الكثافه. غادي تديروه في القرعه وتخضوه، شتو ها هو علاش كيولي هو هذا. انا دابا غادي نتواصل هذا فين، غادي نجيب الدواز وغندوزو للقرعه وغادي نحركو في القرعه وتشوفوا غيولي كثيف. ها هو حبيباتي، غادي ندوزو دابا ندوزو، ها هو شتو من الخط كيهبط ثقيل. علاش؟ لانه البعض منه عطى ديك الكثافه والبعض لا، لانه ما تحركش مزيان بالملعقه، لاني انا دائما كنديرو في القرعه. غير هنايا بغيت نوريكم كديرو بحال هكا، لاني دايره القرعه ثقب، كندير بحال هكا شتو، ماشي غيولي كثيف. ها انتيا كتزيدي في الصابون الماعن ديالك، كل ما بغيت تستعمليه كتحركيه غير بحال هكا، كيولي عندك شتي، كيعطيك هاد الكميه هادي، غتديك اسبوع. كاين بعض الاواني اللي استعملنا فيهم شربنا فيهم غير الماء وماشي مزفرين، كنا يلاه مغسلينهم بجافيل وغسلينهم بالصابون، نغسلهم غير بالماء، ما كلاش نضيعوا عليهم الصابون، اصلا الصابون راه مضر. لهذا حبيباتي نقلب هذا بالنسبه للصابون الماعن، او ما بغيتي تزيدي لا ملح لا حتى شي حاجه، خليه غير هكاك وغسلي بشويه بالقياس، تحكمي فيه نفسك، غسلي بالقياس ديالو. النصيحه اللي غنعطيكم حبيباتي البنات، ما كيتحكموش في صابون الماعن وكيبقاو غير يخويخو، عندهم الوليدات صغار، حددي واحد الكميه غتديك في الاسبوع، خويها في شي قرعه صغيره حطيها تحت هذا، الا ما بغيتي تزيديها لا ملح لا ملح حتى شي حاجه، حطيها في البلاصه اللي كتحطي فيها الصابون ديال الماعن، وبقاي يعني تحداي نفسك باللي غتستعملي هذيك الكميه في الاسبوع، ما تفوتيهاش، وماعنك ما فيهمش لا ريحه لا زفره لا حتى شي حاجه. كنجو الجافيل، هاد الجافيل هذا انا ما كنشريش، ولكن شريت الصابون لقيتو داك النهار قبل العيد بروموسيون، ودايرين مع هذا بالمجان غاتوي. لهذا شديته مع هاد الجافيل، انا ما كنشدو، كنشد كلوريل 5 لتر رخيص، الريحه ديالو زوينه ما كيقطعش الحوايج، وفي نفس الوقت اقتصادي. كنشدو هاد جافيل هذا، كنشد ايترو هذا، غيديني انا شهر تقريبا، شهر غيديني ايترو جافيل بيغ. علاش؟ غنصبن منه، غنديرو في الحمامات بجوج، لاني كنستعمل جوج حمامات تقريبا ديال بيوت النعاس وديال هنا، ديال الضيوف ما كنستعملوش دائما الا الا كانوا الضيوف، واحد في المطبخ. اش كندير؟ كنقسم هذا على اربعه، كنشد هنا كندير ايترو ونص ديال الماء، كنحيد منه قد هكا ديال الماء تقريبا، وكان بلاتي نقص الماء، كنحيد تقريبا شطو قد هكا ديال الماء. المهم واحد الخامس الخم قسمو على 5 ولا على 6 وديروا واحد. كنشد هاد الجافيل، كندير الماء هو الاول باش نعرف شحال كنزيدو.
انا هاد جافيل هذا ما كنستعملو ما كنعرفش غيعطيني نفس النتيجه بحال كلورين. المهم كلورين كيعطيني نتيجه مزيانه. غادي نزيد حتى نعمر هاد جافيل. البنات راني ما كنستعملو باش نقول لكم واش غيعطيني نفس النتيجه كيعطيني كلورين. هذا راه غير بالمجان باش شديتو مع الصابون. كندير بحال هكا. كنحط هذه دابا في الحمام. كنحط وحده تحت الحوض وحده في الحمام ديال بيوت الناس. داكشي اللي تبقى ليا هنا كيبقى ليا قد هكا تقريبا كنصب. انا كنصبن جوج خطرات في الشهر كل 15 يوم كنصبن. ما عنديش الدراري الصغار وزوجي متوفي الله يرحمه يعني ما حتى لو كان عايش داكشي اللي غادي ندير. علاش؟ لانه الملابس كاينه ومرتبه وكاين تقاشر ديال دائما وكاينين يعني الملابس كيكونوا عندنا. المهم ما عليناش ما عنديش الدراري الصغار داكشي علاش كيديني تقريبا نص ديال هاد القرعه هادي كيديني الصابون الحوايج الملابس. كندير شد كاس تقريبا الكاس ديال العنبه نوصلو هنا بجافيل نص ديال جافيل قد هكا ديال جافيل كيصب ليا تقريبا في الماكينه العاديه تقريبا 7 كيلو د الحوايج قد هكا. الملابس اللي كيكونوا فيهم بقع شي واحد تجرح في الدم في شي ملابس وحاجه كنديرهم الصابون البلدي والماء البارد. ما كديريش جافيل ما كديريش الماء السخون الصابون البلدي والماء البارد وفركيهم ودوزيهم تحت الماء كيخرج داك الدم كامل اللي فيهم كرامكم الله والوسخ اللي طاش الكبيره. ومن بعد الاخرين كنديروا لهم كاس الى ربع ديال جافيل وكيتصبن لك 7 كيلو ديال الملابس. هذا بالنسبه للاقتصاد ديال جافيل ونتمنى هاد الطريقه يعني تعجبكم. الزيت المائده حبيبات ماشي زيت الزيتون هذا هذا ماشي زيت الزيتون هذا زيت المائده حبيباتي. نحيدوا هذا الصابون. هذا زيت المائده. البنات اللي بغاو يشوفوا واش كيطيب لهم ملعقه قد هذه اللي كناكلوا بها ديال الشوربه شفتوها اللي كنشربوا بها الشوربه ها هي واش كطيب لهم طاجين جربوا. ولكن طبعا داك الطاجين ما يكونش بحال لابيسين بالماء يكون ناشف ومص. ملعقه وحده راه غتقلي لك اللحم ديالك في الطاجين. ملعقه وحده غطيب لك الرز ديالك. ملعقه وحده غطيب لك السباغيتي ديالك. ملعقه وحده غطيب لك العدس. ملعقه غطيب لك اللوبيا. ملعقه من هذه غير جربي زعمي زعمي ما تقوليش. راه الا درتي نص قرعه ديال الزيت راه داك الزيت يجيك غير مقلكل وراه مضر في الصحه. القليل شدوا الزيت ديالنا 5 يترو. كنعمر واحد القرعه ديال يترو هذه راه طبعا ما فيهاش يترو. كنعمر واحد القرعه ديال يترو ديال المناضه ديال الماء. المهم يترو ما نفوتوش يترو نخصصوه للطاجين للروز للشربات الكسكسو كل الاكل اللي غنديرو في ماشي الحلويات ماشي الكيكات ماشي غير ماشي القليب غير داكشي اللي الطاجين اللي كنصبو في الكاميله وفي الكوكوت وفي الطاجين كنشدو كنخصصو له يترو من واحد في الشهر حتى 30 في الشهر و 31 في الشهر كنحيدو. كنشدو يترو الاخر كنخصصو الكيك والحلويات المسمن شويه ديال المسمن الوليدات يعني ماشي الكميه اللي غديريه في المجمد هذا غير شي مسمنات غديريه مخصصي لهم ايترو للشهر. ها انت عندك جوج ايترو. القليل الا خصصتي له ايترو راه غيديك لانك ماشي يوميا غادي تقلي في داك الزيت. قلي في الزيت خليه حتى يبرد حيدي منه داك شي حاجه الا كان فيه بطاطا اي شي حاجه حيديها وديريه في شي قرعه ديال الدجاج ماشي بلاستيك وخليه. غتقدري تقلي به عده مرات غير ما يفوت 9 الخطرات فهمتوا. ماشي 9 الخطرات ماشي تخليه ساعتين هو كتقلي فيه ساعتين انت كتقلي فيه لا هذاك صافي حيديه. ولكن الا قليتي فيه غير ربع ساعه 20 دقيقه نص ساعه بالكثير راه كتقلي فيه عده مرات وتعاودي. هذا بالنسبه للزيت. انا هذه هي طريقتي في الزيت. عجبتكم البنات ديروها حتى داك الكاس ديال الكيك اللي كنديروا كاس ديال الزيت ما تعمروش دائما نقصوا دائما نقصوا واحد شويه من الزيت. هذا بالنسبه للزيت. نجو للروز. الروز حبيباتي بغيت طيبي واحد الوقت قالت لي انا كنطيب بزاف والماكله ديالي ماشي بنينه وما كنعرفش نطيب القياس. العطريه بداي طيبي بشويه وما ديروش الكمون في الاكل ديالكم. الكمون راه كيقطع الاكل. الكمون كيجي في الحوت وكيجي في القطبان وكيجي في هذا البيض اللي درتي البيض بحال هكا صافي. واحد السلطه ديال البطاطا البطاطا فاش كنسلقوها كندير لها بصيله كندير شويه ديال الكمون. اما الكمون راه كيبسل الماكله وكيقطعها كيقطعها بحالاش كيرجع تشوفي الماء على جهه والزيت على جهه ما تشوفيهاش هكا مدغمره. الرز شخص صغير 6 سنين 7 سنين قد هكا
هذا هو العبار ديالو. شخص كبير كاس ديال الرز كيقدكم بحال هكا تعرفوا كسكسو كاس قد هكا دري صغير. وكاين شي واحد كيغلق يعني كيوكل مزيان في الكسكسو ديروا له كاس ونص ديال الكسكسو هكا كتعبروا. اللوبيا نفس الشيء، العدس نفس الشيء، كلشي الحاجه اللي كتزيد نفس العبار كنديروا لها. نجيكم الحليب نيدو، لا نيدو مفتوح دابا قرابه 3 شهور، فات 3 شهور هذه هو مفتوح عندي. هاد نيدو هذا راه واخا يتفتح، واحد الاخت قالت لي شهر الا فتحته مكتوب عليه راه لا كيبقى حتى لاربع شهور خمس شهور مفتوح الا كنتي غير كتهزي منه كتسدي كتخلي هادي عليه كتهزي منه. الملعقه اللي كتهزي كتكون فيه ما كديريهاش في الماء. شفتوا هذا راه قرابه تقريبا فايت 3 شهور قريبي كما 4 شهور. علاش كنستعملوا بعض الحلويات كنستعملوا في هكا شي عصير بشي بالتمر باللوز، كنستعملوا في القهوه الا جاني شي واحد، كنستعملوا في عده اشياء. يعني هذا هو اللي كنستعمل انا في الدار الكتاريه كتلقاوني نستعمل نيدو. علاش؟ لانه زوين نقي، عارفه بالله حليب فيه جميع البروتينات ديالو وشي حاجه. يعني انا كنثق في هاد نيدو اكثر من الحليب السائل كيتباع وصحي. حتى الوليدات اللي كيكون عندهم ديك عام عام وشهرين عام وربع شهور احسن ليهم نيدو من الحليب الاخر. كنشد واحد الكاسرونه بحال هكا كندير فيها جوج طيسان ديال القهوه بحال هذا ديال الحليب هانتوما كنعبر باش نجي في القياس ديالي باش من هانتوما واحد جوج بحال هكا جوج طيسان ديال القهوه كتعطيني هادي كتعطيني تقريبا السوائل حتى لهنايا ديال الماء. شتو الا عبرتو ها 4 لتر كتعطيكم فوق منو عند هنا كتلقاو هنا الرز 300 هنايا تقريبا جوج كيسان. هذا غادي نعبروهم بكاس العنبه شحال كيعطونا واحد جوج كيسان ديال العنبه ديال الماء ها هما. غادي نرجعهم هنا هما جوج طيسان ديال القهوه او فناجان ديال القهوه. كنشدهم ديال الماء البارد، نيدو كيجي في الماء البارد ما كيجيش في الماء السخون. حتى ديري في الماء البارد دوبيه عاد تجي. كنشد هاد الملعقه هادي اللي انا دايره شفتوها ديال الشوربه شفتو بحالاش ها هي الحجم ديالها. ملعقه وحده ها هي بحالاش هادي كنشد هاد الملعقه هادي بحال هكا شفتو قد هكا شفتو ها هي عامره وافيه. شفتو قداش كتعطيكم. جيب لي واحد الكاس العنبه ناشف نشوف نعبره. غادي نعبر لكم هاد القياس ديالي في كاس ديال العنبه باش تشوفوا. كنسدو هذا الحليب كنسدو وغادي نحاول هانتوما شفتو غادي نحاول نعبرو في كاس العنبه شحال غيعطيني. شفتو شنو يعطيكم كاس العنبه هنايا تقريبا ماشي واصل النص. هانتوما فين واصل كاس العنبه هذه ملعقه عامره كنخويها هنايا. غادي نرجع هاد الملعقه هنا غادي نشد الضراب نخلطوه مزيان. غادي نطيبو دابا وندير نسكافيه فيه وتشوفوا الكثافه ديالو الثقل ديالو. نتوما شفتو كيعطيكم الخطوريه خاطر وهذا هو القياس. اما كثره نيدو الا جا اكثر من هكا راه كيدير القبض. يعني ملعقه ل 4 لتر نص لتر جوج معالق ربع هاد المعالق في لتر ديال الحليب. غادي نديرو دابا يطيب وغادي نوريكم الكثافه ديالو نسكافيه اش كيدير واش كيدير. حبيباتي ها هو الحليب ديالي طاب فاض. غادي نخوي في الطاسه ديال القهوه بسم الله كنشدو نسكافيه ملعقه. شتو انتما كيفاش غيجي خاطره زوينه. ها هو حبيباتي شتو بحالاش كيعطيكم نسكافيه ديالكم
القهوه ديالكم، بغيتو ديروا نسكافيه اكثر شتو كيعطيها ثقيله زوينه رائعه ريحه رائعه. وهذا هو نيدو، سواء الوليدات او الناس الكبار كديروا هاد القياس هذا كيجي رائع وما تكثروش منه. نحيدوا القهوه الحليب نيدو، نجيو لهاد الخل. هاد الخل بزاف الناس كيستهانوا به، هاد الخل راه كينقي بزاف الحوايج، كيعقم. كديريه مع شويه ديال الزيت وشويه ديال الخل، كاس ديال العنبه ديال الخل، نص كاس ديال العنبه ديال الزيت، المائده ماشي زيت الزيتون، و او الماء. كديري الخل، كديري نص كاس ديال الخل، نص كاس ديال الماء، ونص كاس ديال زيت المائده، وكتخلطيهم في شي قريعه مزيان حتى يولي خاطر. كتشدي شي منديل، كتحيدي الغبره من الخشب في الدار كامله، وكدوزي عليه كيلمع الخشب، وهذا الخل ما كيخليش الحشرات يدوزوا على البلاكارات ديالكم لمده. ولكن تكوني مسحتي الغبره قبل، الغبار قبل ما ديري، ماشي زيت الزيتون. زيت الزيتون كيخلي واحد الكوش، واحد الطبقه سميكه على الخشب ديالك، وكتشد الغبره. ومره ملي كتجي كديريها بحال هكا بضفرك، كتلقاها تحيد بحال كتلقى ملي كديريها هكا بضفرك كتحيديها بحال واحد بحال شي حاجه لاصقه بحال كونفيتور الا لصقتي على شي بلاصه ويبس عليها. لهذا ديروا زيت المائده حبيبات. كيمسح الدجاج مع الجرنال، كيمسح الحمامات. كتخوي تسخنيه، تخويه بلاصه طيبتي الحوت، غسلتي الحوت في الحوض، غسلتي الدجاج، طيبي واحد شويه الخل وخويه سخون ماشي بارد، سخون في هذا في القرقاره ديال الحوض ديالك ديال المطبخ، كيحيد شي قرقاره فيها الريحه. طيبي، راه كاين هذه الماركه رخيصه في مرجان، كاين واحد الماركه شويه غاليه ستار، كاين المهم هذا راه كينفع بزاف في الدار. البنات كنشدو، ما عنديش دابا هنايا عندي مخلط الفوق، كتشدو شويه صابون الحجره واحد الطريف، حكوه ديروه في شي كاسرونه، ديروا عليه شويه الماء، حر وقادروا على النار وحركوه حركوه حركوه حتى يذوب. كتلوحوا عليه شويه ديال صابون الملابس، البودره ديال صابون الملابس، سواء تراغوي او ما تراغوي، اي صابون ديال الملابس عندكم خلطوه معاه وخلوه حركوه حركوه مزيان، وديروا في شي قرعه وضيفوا له الماء وحركوه، راه غيولي شويه خاطر حتى يبرد. ضيفوا له الماء البارد وحركوه في شي قرعه، ماشي تخضوه حتى يدير الرغوه، غير حركوه. بغيتي تخملي، بغيتي تغسلي الفايونس ديال الحمام ديالك، رشيه عليه بحال هكا مزيان، او طليه عليه وكبيه عليه بشي حاجه بحال هكا، وخليه واحد شويه واجي فركي، كيخلي الفايونس الزليج ديال الحمام وديال الارضيه والحوض ديال المطبخ، وكينظف عكس ما تشرو هذوك البرودويات الغاليين. كتغيب شويه صابون الحجره وبالماء وشويه ديال واحد ملعقه ديال المسحوق ديال الملابس، وكدير عليها ايترو فاش يبرد، كتضيفي له ايترو ديال الماء، كيغسل لك الدار كامله. طرف من صابون الحجره اللي هو صابون المنجل، صابون صابون الحجره ما عرفتش سميتو بالعربيه الفصحى، المهم هذا كينقي. هذا هو بالنسبه للعبار، انا عندي واحد الفيديو سجلته شحال هذا ديال العبار، غادي نضيفه مع هذا وغادي نجمعو لكم حبيباتي، واني بكم راني نحبكم كاملين حبيباتي الغاليات. ما غاديش نضيف الفيديو الاخر اللي كنت مسجله من قبل مع هذا الفيديو، لانه هذا جاني طويل في 23 دقيقه. غادي نخلي لكم هذا الفيديو هذا والفيديو الاخر ديال العبار ديال حتى هو ديال الطعام، غادي ندير لكم في جزء ثاني من هذا، يعني هذا غيكون الاول والجزء الثاني غيكون الفيديو اللي كنت مسجله شحال هذا. واني بكم راني نحبكم كاملين.